طب الفرق بين قول البخاري فيه نظر وفي إسناده نظر؟ ما بدا لنا فرق ظاهر، يعني شيئان شيء واحد، لفظان يعبران عن شيء واحد، عن شيء واحد. إيه نعم. هذا الذي يعني لمسناه، ما قد يكون هناك شيء آخر ما عرفناه، الله أعلم. هو أنا كنت أقفت على صحابي مختلف فيه، فالإمام البخاري ذكر الإسناد وقال فلان في إسناده نظر، فهل ده يعني أن صحبته لم تصح، أي أن الإسناد الذي يثبت الصحبة لم تصح، ولا نفس هذا الرجل فيه نظر؟ هذا بقى على حسب مرجع الضمير. أنت بتقول الآن فلان يعني صحابيا، لا صحابي أو غير صحابي، راوي من رواة الأحاديث. إيه لكن إذا قال ذلك في ترجمة صحابي مختلف فيه، بعضهم يجعله من التابعين وبعضهم يجعله من الصحابة. صحيح، لكن المفهوم في إسناده نظر. نعم. مش معقول أنه يقصد في إسناد هذا الصحابي، وإنما هناك طي من الكلام يعني في إسناد هذا الراوي الذي روى هذا الحديث عن هذا الصحابي نظر، ولا يمكن أن يعني الصحابي نفسه، وإنما أحد الرواة الذين أوصلوا الحديث إليه. ففي هذه الحالة يأتي الجواب السابق، أنه في الراوي نظر أو في إسناد الراوي وهو دون الصحابي نظر، ما يبدو لي أن هناك فرقا يذكر. للمنعبارة نعم. لنا إخوة من